البروسيسوس كلشي الدقة دينا كلشي الحمد لله. وكنشكركم على الثقة اللي درتو فيا وان شاء الله هذه الجمعية هذه تم التعيين ديالي اليوم كرئيس بحضور لي شومبر بروفيسيونيل وبحضور لا سي جو ام وبالحضور ديال مجموعة من الفاعلين اقتصاديين اخرين ومجموعة من الشباب الاقتصاديين اللي في جهة اكادير وفي جهة سوس مسا. ومن الاهداف ديال هذه الجمعية هذه هي تسهيل و فاسيليتي لا طاش ديال لي انفيستيسور لي جون انفيستيسور الشباب المستثمرين اللي بغاو يدخلوا للعمل العمل الاقتصادي في المنطقة. وهذا الشيء كان الحمد لله بواحد الموافقة وبواحد السند كبير من طرف الهيئات الاقتصادية والسياسية اللي كتمثل مدينة أكادير واللي كتمثل جميع الفعاليات ديال أكادير جميع الفعاليات المهنية منهم لا سي جي ام مرة أخرى ولي شامبر بروفيسيونيل. ومن أهم المشاكل اللي كيعانيوا منهم شباب المستثمرين وأنا كشاب مستثمر هو في المثال هو لاكسي على لانفورماسيون. يعني الواحد أنه توصلوا لانفورماسيون وهذه باغمي المشاكل الكبيرة كنلقاو باللي الدولة كتوفر دي زوتي وكتوفر مؤهلات باش تعاون تساند المستثمرين وشابه ولكن ما كنوصلوش لهم. هادو باغمي الأساسيات ديالنا. والحاجة أخرى هو دوك لي ديفيكولتي بيروقراتيك هادو مشاكل كبيرة اللي كتصعب وكتخلي الشباب أنه تصعب عليه المشاركة في العمل المهني ولا كتصعبوا عليه. يعني حنايا كجمعية غادي نخدموا على هاد المشاكل ومبين هذه المشاكل وغادي نناقشوا هذه المشاكل مع جميع الفئات اللي تساند اللي ساندتنا اليوم اللي كانت معنا اليوم. احنا اليوم في هذا اللقاء هذا في المقر ديال لا سي جي ام هنا في اكادير بمناسبه خلق واحد الجمعيه اللي سميتها جمعيه اكادير الكبير للمستثمرين الشباب. هاد الشباب اللي تكونوا مزيان وتكونوا على برا واليوم دخلوا البلاد باش يحاولوا انهم يصيروا بعض الاعمال ديال العائلات ديالهم ولا يخلقوا فور زعما استثمارات جديده في الاختصاصات ديالهم. الحمد لله الامكانيات اللي كاينه في الجهه امكانيات كبيره، مناطق صناعيه، دعم كبير لا من الجهه لا من الحكومه بصفه عامه وجميع القطاعات ديالها. واليوم حنا هنا معاهم هضرنا شويه على الفلاحه وعلى الامكانيات اللي متاحه في الفلاحه والاستثمارات اللي ممكن تدار الفلاحه والاهميه ديال الجهه بحيث انها جهه فلاحيه بامتياز وتوفر الغذاء والسيادة الغذائية وكاين واحد فرص شغل كثيرة اللي كاينة. وشرحنا لهم زعما بالارقام والمعطيات شنو اللي ممكن يدار، شنو هما الفلاحات اللي خدامة اللي ممكن على الصعيد ديال التصدير ولا السوق الداخلي، وان راه كاين امكانيات زعما وكاينه فرص للاستثمار. والحمد لله كاين واحد الدعم كبير ديال الدوله لا في الصناعات الغذائيه لا في الفلاحه لا في والبرامج اللي كاينه ديال تحليه ماء البحر اللي جايه. يعني كاين الحمد لله امور كثيره اللي ممكن الشباب ينخرطوا ويكونوا هما المستقبل ديال هذه البلاد. كاين اشكال كبير ديال الخلف والحمد لله اليوم بهذه الفكره اللي كاينه ولا هذا الشيء اللي شفناه اليوم لا خوفا على 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 الفلاحه بصفه عامه والاستثمارات الخصوص. اليوم جمعنا من اجل انعقاد الجمع العام التحضيري للجمعيه. معنا الحضور ديال رؤساء الغرف والرئيس ديال الكونفدراسيون ماروكين ديال لي زونتربريز الفرع سوس مسا في المقر ديال الكونفدراسيون. الهدف اليوم هو اننا نوريو للناس اللي حاضرين شنو نقدروا نديروا كشباب ديال المنطقه الا خدمنا مجموعين، ونوريو للناس شنو هما الاهداف اللي نقدروا نوصلوا لها على المدى القريب والبعيد في المنطقه، علما ان اي حاجه درناها اليوم ولا خدمنا فيها مجموعين راه غادي ترجع لينا بالنفع. سواء على الخاص زعما ما يعنينا نحن خاصة على الشق الخاص او الشق العام. من المشاكل اللي كيتلقاوها الشباب ماشي غير في المنطقه ديالنا ولكن في المغرب بشكل عام، كاين المشاكل ديال المساطر الاداريه من اجل تاسيس الشركات، كاين مشاكل اخرى اللي متعلقه بالتسيير او مشاكل متعلقه من الاساس بالفينونسمون. احنا هنايا ماشي غادي نجيو باش نحلوا هذا دقه واحده ولا عندنا شي حل سريع، حنا جينا كنعطيو حلول اللي نقدروا نخدموا عليها جماعه مع الشباب اللي حاضرين اليوم ومع مؤسسات المجتمع المدني باش نخرطوا في هذا العمل الجمعوي ان شاء الله، ونقدروا يكون عندنا شي اضافه ولو قليله على المدى البعيد ان شاء الله. كيف
PL, elle va constater que la première entreprise a un besoin. Là, ouais, le besoin. Donc, grâce à la méthode, on donne une entreprise.